في إطار التهيئة ديال السوق المركزي تم اتفاقية مع مجلس المدينة الدار البيضاء وشركة تهيئة الدار البيضاء وشركة كوس الأساس إعادة الهيكلة اللي غتكون داخل السوق المركزي. وهذه إعادة الهيكلة كتجلى في تقريبا في الماء، الضوء، الواد الحار، الجليج، زابة الصباغة، هذو هما كلهم النقاط اللي غيتم إعادة الهيكلة داخل السوق. وحنا في اطار التوافق مع مجلس المدينه ومع الشركه على اساس قسمنا المارشي على 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 دي زون، على اساس كل زون غادي يتم نخدم فيها مع شركه كوس للبناء. ومن بعد ملي كتم التوافق مع هذه المجموعه كتم الاغلاق ديال المحلات، وهاد المحلات ملي كيتم الاغلاق ديالهم يعني كيتم الاصلاح. ومن بعد ملي كنطلعوا المجموعات، الحمد لله دابا حنا تحولنا للمجموعه الرابعه داخل السوق، وبقى لنا جوج ديال المجموعات ويكون النهايه ديال الاشغال. نهايه الاشغال تقريبا غادي تمشي على اساس في شهر 6، لان كان في الاول اتفاقيه مع مجلس المدينه ومع الشركه على اساس غادي يكون المده هي سنتين، ولكن في اطار العمل ديال الشركه الكوس يعني تقريبا غادي تمدد المده لشهر 6. من بعد التجار تقريبا اللي فرحانين بهذا العمل اللي كاين داخل السوق، يعني العمل اللي كنا فيه تقريبا سنين ما عمرنا عرفنا بحال هاد اعاده الهيكله اللي داخل السوق. وبالنسبه تقريبا غتكون نفس الرونق الجمالي اللي غادي تبقى تتغير، ما غادي يكون داخل السوق ما خطا الا الفضاء ديال الاطفال اللي غادي يكون في القبو ديال السوق المركزي. هذه هي الاتفاقيات اللي تم الاتفاق ديالها مع مجلس المدينه. لا بالنسبه لعندنا شي ضرر، ما حتى شي حاجه ما عندنا، ولكن حنا جينا الحاجه اللي عندنا هي كاين تاثير ديال بالنسبه لهاد الجائحه كورونا، ثانيا بالنسبه للتوقيت اللي عندنا هنايا، ثالثا لمده الاسابيع اللي سدت الحكومه، هذا هو التاثير اللي عندنا هنايا داخل السوق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.